نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. أهلا الحمد لله. شيخنا بالنسبة لحديث السوق صحيح يا شيخ؟ حديث حسن ثابت بطرقه. في شيخ مقبل من هذه الوادي بعض مش كل بعض الحديث مقدم لأخ كان رائد الكتاب لو بنزل جهد في تحقيق في حديثي السوق والزود وضعيف وجايب أدلة فحبيت أن أتأكد منك يا شيخ. أي جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت هاي الرسالة شيء؟ أنا شفت الأخ اسمه عادل سعيدان. الرسالة مطبوعة؟ مطبوعة نعم شيخ. موجودة بالسوق؟ والله ما أظن شيخنا لكن أجتني النسخة قبل ما ينطبع وبعد ما انطبع جاني فعندي منه ممكن أجيب لك إياه. وين انطبعت؟ في مصر. في مصر. أيوة. كم صفحة تقريبا؟ ما تتعدى 30-40 صفحة من القطع الصغير. ومقدم لها الشيخ مقبيل. أي نعم. يقول في مقدمتها انه انا في صدري يعني ضعف هذين الحديثين منذ امد. كيف كيف؟ يقول في صدري ايوه ضعف هذين الحديثين منذ امد. ايوه فوافق ما عند اخينا ما عندي. اي نعم. اي نعم والله اعلم. طيب اعطيتك الجواب اذا؟ نعم. ولا في شيء بعد؟